أهلا بكم يا أصدقائي، السلسلة الجديدة أفكار افتتاحيات الشطرنج. كتب الشطرنج كتيرة ومتعددة، وتم تقسيمها حسب النقلة الأولى إلى افتتاحيات بدأ الملك أو افتتاحيات بدأ الوزير. والحقيقة الافتتاحيات مليئة بالتفريعات ومليئة بالتشعبات، ولكن لو إحنا عرفنا أفكار الافتتاحيات بصفة عامة وكمان عرفنا الفكرة وراء افتتاح معين، ده هيسهل لنا نص المهمة في دراسة الافتتاحيات. ومن هنا جاءت فكرة السلسلة بإني أقدم المكتوب في الكتب بطريقة مبتكرة، إنها بتقدم فكرة مركزة عن كل افتتاح ومجموعة من التفريعات اللي بتكفي اللاعب المتوسط إن يبدأ بيها الدور ويعبر بسلام مرحلة الافتتاح. الجزء الثالث من أفكار افتتاحيات الشطرنج، وده مخصص لافتتاحيات بدأ الوزير أو اللي بيطلق عليه الافتتاحيات المغلقة. والتعبير ده معناه إن الصراع بين الطرفين بيكون صراع استراتيجي وعن بعد. الأبيض بيلعب D4 والأسود له أكتر من رد. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 51 من سلسلة أفكار افتتاحيات الشطرنج، وده الفيديو رقم 4 من افتتاحيات بدأ الوزير اللي هنخصصه لدفاع بينوني. هنتكلم في الفيديو ده عن دفاع بينوني، وده دفاع شرس للغاية ضد افتتاح بدأ الوزير الأبيض. وانت لو كنت بتلعب بالأسود بتريد دائما أن يكون لديك عدة دفاعات مختلفة بتختار منها ضد النقلة الافتتاحية المشهورة للأبيض D4. ومعظم لاعبي الأسود بيلعبوا جنبيت الوزير سواء المقبول أو المرفوض، ولكن هنا هنشوف دفاع بينوني وبصفة خاصة البينوني الحديث اللي بيعتقد الكثيرين إن هو أسهل تفريع للبينوني يمكن لعبه. هنشوف الخط الرئيسي وهنتعرف على المفاهيم العامة اللي يجب أن نتبعها أثناء لعبنا هذا الدفاع. بيبدأ بD4 والأسود بيرد بنايت F6، وهنا بيكمل الأبيض بC4 وبيرد الأسود ببيدق C5. هتشوف هنا الكثير من اللاعبين بيوصلوا بأخذ البيدق، ولكن الأبيض هيواجه أوقات صعبة للغاية إذا قرر الاحتفاظ بهذا البيدق بعد ما يلعب الأسود E6 وبيطلب البيدق بفيل F8. وإذا حاول الأبيض حماية البيدق هيدمر جناحه للوزير، والأسود هيكون له دور جيد جدا. ولكن عادة الأبيض بيلعب نقلته المعتادة وهي D5، وده اللي هيؤدي إلى البينوني الحديث. ممكن هنا برضو الأسود يواصل بجنبيت بينكو ويلعب B5، وده جنبيت صعب وشرس للغاية. ولكن هركز هنا على بينون الحديث اللي بيبدأ أساسا بلعب الأسود بدءه إلى E6. النقلة دي بتقوم بعدة أشياء. انت شايف ان الابيض بيحاول من البداية انه ياخد السيطرة على المربعات البيضاء في الوسط، ولدي البدأ المدافع اللي على C4، بينما بدءه اللي على D5 في منتهى القوة، ولذلك هنحاول سريعا اننا نهاجم هذا البدأ. والابيض له هنا قليل من الخيارات، فممكن الابيض يدفع بالبدأ الى E6، واحنا مش هنشوف التفريع ده كتير، ولكن على اي حال ده مش بالخطورة اللي يبدو عليها، وتستطيع انك تلعب كوين B6، وده بيهاجم بالاساس بيدق B2، وبكده بتمنع الابيض من تدعيم البيدق ولعب بيشوب F4 لانه سيترك حماية بيدق B2. في برضو بعض اللاعبين ممكن يقوموا بالاخذ على E6، وبالطبع ده مش في صالحهم لان الابيض لازم يحافظ على بدءه على D5. ولكن على أي حال إذا حدث ذلك يجب عليك الحرص والأخذ ببدأ الإف وليس ببدأ الجي، علشان الأبيض هيواصل بتكسير الوزيرين وتاخد بالملك وبذلك تحرم من حق التبييض. وعشان كده من المهم عليك ملاحظة ذلك والأخذ ببدأ الإف، وهتكون نقلتك التالية هي لعب D5 وتفتح الوسط. عادة في البنون الحديث بيخرج فيه المربعات السوداء عن طريق الفيونكة من مربع G7، وبما اننا اخدنا بدأ الاف
والبيلق راح للإي 6، وإذا تم التبييت في جناح الملك فإن هيكون لدينا عمود الإف مفتوح أو على الأصح نصف مفتوح، وده بالطبع جيد جدا بالنسبة للرخ. على أي حال دي وضعية جيدة جدا ولكنك لن تراها كثيرا. اللي هتشوفه كتير هو الخط الرئيسي، وهو المميز بأن الأبيض بيواصل بنايت سي 3 والأبيض بيضيف بكده مدافع آخر لبيدق دي 4، علشان الأبيض عاوز يحافظ على السيطرة على الوسط ضد البنوني، والأسود بيحاول السيطرة على المربعات السوداء، ولذلك هيضع فيما بعد فيلو عن طريق الفيونكة من جناح الملك ليسيطر على المربعات السوداء في الوسط. وعادة بعد النايت سي 3 الأسود عاوز ياخد على الدي 5 عشان يقلل من سيطرة الأبيض على المربعات البيضاء، والأبيض بيعاود الأخذ بالبيدق ناحية الوسط، والآن الأبيض له مدافعان عن هذا البيدق اللي هما الحصان والوزير، وبيدق دي 5 بيعتبر أحد مراكز القوة للأبيض، وهيكون ده محور اهتمام وتنافس اللاعبين طوال الدور علشان الأبيض بيسيطر بيه على الوسط. ومن هنا هنحرك بدقنا إلى الدي 6 ونبدأ في السيطرة على المربعات السوداء في الوسط. إذن الأبيض هيسيطر على المربعات البيضاء، والأسود عاوز يسيطر على المربعات السوداء. ولكن لو فحصنا الموقف بدقة هنلاقي إن بدأ الدي 6 ضعيف، ويجب أن نضع ذلك في أذهاننا طوال الدور، فده إضعاف كبير في جانب الأسود ويجب أن نراقبه دائما. ومن هنا بنكمل الخط الرئيسي، وبيلعب الأبيض E4 وبيضيف مدافع آخر لبيدق D5، وبصفة أساسية بيقدم دفاع قوي للدخول في وسط الدور. وزي ما أنت شايف الأبيض بيركز أساسا على السيطرة على المربعات البيضاء، ولذلك الأسود بيضاده في ذلك وبيركز على المربعات السوداء، وبيلعب G6 عشان يضع فيه الفيونكة في جناح الملك، وبيلعب الأبيض F4 والأسود بيكمل بوضع فيل الفيونكة، وده الموقف اللي لازم نقف عنده ونفحصه. الأبيض له سيطرة قوية جدا على الوسط، وفيما بعد هيبيت الأسود في جناح الملك، والأسود هيحاول التركيز للسيطرة على المربعات السوداء هناك. وكما ترى الأبيض بيستطيع في أي وقت إن يجيب فيله إلى البي 5 بكش الملك، إذن هناك الكثير من النقاط اللي يمكن ملاحظتها في هذا الموقف. كتير من لاعبي الأسود بيلعبوا A6 عشان يمنعوا الحصان أو الفيل من المجيء إلى البي 5، ويجب أن تكون متأكد في مرحلة مقبلة من الدور أن تعالج إضعافك اللي على الدي 6، ولكن الأبيض بيريد أن يستغل قوة بدئه على الدي 5 وبيحاول احتلال نقطة متقدمة على مربع E6 أو مربع C6 بأحد حصانيه، ولذلك لازم نضع هذا في ذهننا لأنه فيما بعد سيتم فتح هذا الدور. فبعد ثبيت الأسود في جناح الملك يمكنه أن يأتي برخه إلى عمود E ويفتح الدور. وأيضا لازم نضع في ذهننا إن بما إن الأسود بيريد السيطرة على المربعات السوداء فيجب ألا نكسر الفيل ذو المربعات السوداء. أما بالنسبة للفيل الأسود اللي على المربعات البيضاء، وبما إن الأبيض بيسيطر على تلك المربعات فهيكون في صالح الأسود تكسير فيله أمام فيل الأبيض المقابل، لأن فيل الأبيض بالطبع هيكون هو الأقوى. لو وصلت لهذا الموقف يجب أن تضع في ذهنك إن هذا الوضع هيتحول إلى وضع شرس، لأنه سيتم فتحه في أي وقت من الأوقات، فهو ليس وضع مغلق كما رأينا في جنبية الوزير، سواء جنبية الوزير المقبول أو المرفوض. إذن لو كنت عاوز تلعب شيء مختلف قليلاً، وإذا أردت أن تلعب بشراسة فعليك اختيار دفاع البنوني وبخاصة البنوني الحديث. أرجو أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة الافتتاحيات المغلقة.